تدعو إلى الإيمان بالرحمن. إذن سأكون معكم إعدادا وتقديما أنا عبد الخالق مالك، ومن الإخراج المتألق والمايسترو محمد علي تيسير، ومن الإشراف العام المدير العام وليد الضيفي. أرحب بكم وباسمكم سامعينا الكرام بفضيلة الشيخ الحافظ أحمد المضوني أستاذ القرآن والتربية الإسلامية بمدارس العليا بأمانة العاصمة. أهلا بك يا شيخ في رحاب القرآن الكريم. أهلا وسهلا وحياكم الله. إذن بداية سامعينا الكرام، وكما تعودنا من فضلية الشيخ بافتتاحية قرآنية بسيطة ليحلو هذا الجو ويحلو هذا البرنامج بصوته الجميل ما شاء الله تبارك الله يا شيخ، ولكن هذا المرة سيكون الوضع مختلف تماما. نريد شيخنا القدير أن تسمعنا آيات بينات بمقام النهاوند إن شاء الله تكرما. طبعا للمستمع الكريم، مقام النهوند يستخدم في آيات الأحكام للخضوع، وهو مقام يدعو النفس إلى الخضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات النعيم، ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. جزيت خيرا شيخنا القدير. حياكم إن شاء الله. إذن سامعينا الكرام، بشكل سريع محمد